هما غادي نصرحوا كيفاش دازت الجلسه. انا محاميه ديال اسامه جامي المتابع بالمشاركه في اطار الفصول ديال التشهير وديال المساس بالحياه الخاصه للافراد فصل 407 407 1 2 3 كما باقي المتابعين الاخرين. اليوم كانت الجلسه نورمالمون حنا جهزنا الملف باش نرافعوا فيه من مورا بزاف ديال الجلسات دازوا اللي تمسنا فيهم الحضور ديال المطالبين بالحق المدني شخصيا. المحكمه كانت استجبت لينا في الجلسه اللي فاتت وطلبت من المحامون ديال الطرف المدني انه يحضر المطالبين بالحق المدني شخصيا لان كاينين اسئله مهمه في الملف خاصها توجه لهم. اليوم فاش حضرنا صادف انها نفس الجلسه في نفس النهار كاينه فيها كلامور واللي كاينين فيها المتابعين الاخرين في الملف الاخر ديزا في قاعه رقم 5، يعني ما كانش ممكن الحضور ديال المحامون اللي كانوا يمثلوا الطرف المدني ولا الحضور ديال سعيده شرف ولا الحضور ديال المديمي ولا المهم. اللي وقع اليوم ان جا المركز الوطني لحقوق الانسان جا المحامي تاعو ولاول مره تينصب راسو مطالب بالحق المدني قدام المحكمه. التمس مهله لتجهيز الملف، القضاء استجب له لان من حقه انه يلتمس مهله للتجهيز، ولكن في نفس الوقت عطاونا الحق باش نرافعوا في الدفوع الشكليه. الدفوع الشكليه تقدمنا بالمطالب ديالنا، حطينا الدفوع الشكليه تاعنا كتابه وتم توجيه الاسئله لاسامه على اساس ان دار جلسه واحده اخرى في 18/2 من هذا الشهر هذا، ياك؟ المناقشه بقيه ديال الموضوع ديال هذا الملف. انا اللي غادي نصرح به ان كاين مغالطات بزاف لان موكل ديالي ولا المؤازر ديالي ما تمش القاء القبض عليه في المطار، ما كانش هارب، جاو عندو الدار، داو يصنطقوه، تمت المتابعه تاعو بناء على النصوص اللي كاينين، الفرقه الوطنيه دارت خدمتها، المحكمه تدير خدمتها، المسائل غدا بما يرضي الله وغدا في حدود القانون بالنسبه للناس جبيه. لان كلشي المغاربه سواسيه قدام القانون، يعني في انتظار الحكم ديال القضاء في المرافعه تاعنا الجايه 18 ان شاء الله، تنتمناو ان تكون براءه الموكل ديالنا اللي حنا مامنين بها بصح. وغادي نصرحوا للصحافه ان عندنا ادله جديده وسجلات السيده سعيده شرف، غادي ندليو بها وان قريب ان شاء الله غادي نديروا المؤتمر الصحفي من مورا باش تسال الجلسه، شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.